السلام عليكم احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا على العرب تكنو، يا رب كلكم تكونوا بخير. في الحلقه دي هشرح لك ازاي تحل مشكله فتح السكوب زرار الكليك يمين اللي في الماوس اللي ما بينفعش نحله خالص باي طريقه، ولا طريقه اعاده التطابق، ولا طريقه الريسيت احيانا، ولا حتى طريقه اصلاح الموارد. ايه يا معلم، مش هنعرف نفتح سكوب ولا ايه؟ لا هنعرف نفتح سكوب ان شاء الله، وطول ما انت في عرب تكنو هتلاقي حل لكل حاجه باذن الله. بس قبل ما ابدا يا صاحبي، فضلا وليس امرا، انزل فجر زرار اللايك وادعمني بانك تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. دلوقتي يا صاحبي احنا خلنا علشان اوريكم ان السكوب ما بيفتحش، اهو مهما ادوس على الكليك يمين في الماوس السكوب ما بيفتحش. وبما اني عامل منظور ايباد فبتواجهنا مشاكل كتير في التحكم، وارخم حاجه فعلا بتواجهنا هي مشكله فتح السكوب. الحل سهل وبسيط جدا، وخلي بالك ان الحل ده ممكن نعمله بطريقتين. انا دلوقتي هشرح الطريقه اللي انا بعتبرها طريقه امنه تماما، واللي هتكون عن طريق سوفت وير الماوس بتاعك. اما لو انت ما عندكش سوفت وير في الماوس بتاعك فتقدر ببساطه تعملها ببرنامج الاكس ماوس، لكن برنامج الاكس ماوس انا مش هشرحه دلوقتي لاني بصراحه ما بحبش الاكس ماوس، لانه يا جدعان احيانا بيجيب بان. انا كنت ذكرت الكلام ده في حلقه قبل كده، وقلت برضو ان هيطلع حد يقول لي ده انا بلعب بيه من السيزون الاول ولا خدت بان ولا خدت اي حاجه. يا عم مفيش مشكله تمام، بس عايز اقول لك ان اللعبه لو قفشتك هتديك بان طرف تالت. عشان كده انا بفضل دايما الطريقه الامنه عن طريق سوفت وير الماوس. لو عايز تعرف الطريقه بتاعت الاكس ماوس برضو هتلاقيني على سيرفر الديسكورد، هتخش تكلمني وانا هساعدك ان شاء الله تعمل الموضوع ده بكل سهوله وبكل بساطه من الاكس ماوس برضو. دلوقتي يا صاحبي اول حاجه هتفتح الاعدادات بتاعت الازرار، تخصيص الازرار، وهتدوس على تخصيص، وبعد كده هتفتح الكي مابنج. هتلاقي هنا طبعا الزرار اللي هو بتاع الرايت كليك او الكليك يمين، هتقفله خالص. وبعد كده هتعمل زرار جديد هنا، خليه مثلا اي زرار في الكيبورد انت مش بتستخدمه في اللعبه. يعني على سبيل المثال انا هخلي الكابس لوك، ممكن انت مثلا تخلي السلاش اللي فوق الانتر، ممكن تخليه رقم من ارقام النم لوك اللي على اليمين، براحتك. شوف الزرار اللي انت مش بتستخدمه واعمله. وبعد كده يا صاحبي هتدوس على حفظ. ودلوقتي يا صاحبي نروح لاعدادات الماوس، هنخش على اعدادات الماوس ونخش على تخصيص الازرار. هنيجي عند الرايت كليك وهندوس عليه، هنعمل كيبورد فانكشن جديده ونخلي الزرار ده يشتغل كابس لوك، وندوس على حفظ. وبعد كده نرجع للعبه ثاني وهنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح سكوب يفتح معانا عادي من الماوس. وهو يا جدعان الماوس قدامكم برضو عشان يبقى بالدليل القاطع، لما بدوس على الكليك يمين يفتح سكوب، اسيب الكليك يمين يقفل سكوب، يفتح سكوب يقفل سكوب، يفتح سكوب يقفل سكوب. وبكده يا صاحبي نكون حلينا مشكله فتح السكوب باسهل طريقه ممكنه وطريقه امنه 100% عن طريق سوفت وير الماوس طبعا. اما لو عايز طريقه الاكس ماوس فهتلاقيني على الديسكورد هشرحها لك هناك، اقل من 3 دقائق هتكون حل للمشكله باذن الله. ودلوقتي يا صاحبي ما تنساش انك تدعمني باللايك وانك تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. ولحد هنا بخلصنا الحلقه دي، ولكن لسه ما خلصناش حلقات على القناه، لسه في حلقات جايه كتير مهمه جدا في مختلف المجالات، سواء جيمنج او شروحات او هاردوير او حاجات تاني كتير قوي. ولحد هنا اشوفكم على خير يا احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا في حلقات جايه كتير على قناه عرب تكنو. سلام يا اصحابي.